أفاد وزير العدل محمد بن عبد القادر برباط اليوم بأن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جاهز، وسيشرع العمل به يوم الاثنين 2 مارس القادم. أوضح بن عبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي حول السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة أن هذا الأخير سيمكن فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام، أبرزها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات أيضا. لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا، كان هناك قانون الضمانات المنقولة واللي كيقتضي تشجيع الشباب وكل الأشخاص الذين يودون الانخراط في مبادرات للتشغيل الذاتي أو لخلق مشاريع أو مقاولات وتمويلها وكيحتاجوا إلى قروض بنكية ولكنهم لا يتوفرون على ضمانات عقارية، فهذا القانون أعطى الفرصة لاعتماد الضمانات المنقولة اللي هي عبارة عن حسابات بنكية جارية أو سندات بنكية أو معدات وتجهيزات منقولة اللي يمكن تعتمدها المؤسسات المصرفية في منح القروض لهاد الأشخاص وهاد الشباب اللي كيبغيو يمولوا المشاريع ديالهم.